بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نور الملاحي. سورة النازعات. من مقاصد السورة: التذكير بالله واليوم الآخر. التفسير: والنازعات غرقا. أقسم الله بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف، والناشطات نشطا، وأقسم بالملائكة التي تستل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر، والسابحات سبحا، وأقسم بالملائكة التي تسبح من السماء إلى الأرض بأمر الله، فالسابقات سبقا، وأقسم بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله، فالمدبرات أمرا، وأقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمر الله به من قضائه مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد، وأقسم بذلك كله ليبعثنهم للجزاء والحساب، يوم ترجف الراجفة، يوم تهتز الأرض عند النفخة الأولى، تتبعها الرادفة، تتبع هذه النفخة نفخة ثانية، قلوب يومئذ واجفة، قلوب الناس في ذلك اليوم خائفة، أبصارها خاشعة، يظهر على أبصارها أثر الذلة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، وكانوا يقولون هل نرجع إلى الحياة بعد أن متنا، أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا كنا عظاما بالية فارغة نرجع بعد ذلك، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قالوا إذا رجعنا تكون تلك الرجعة خاسرة مغبونا صاحبها، فإنما هي زجرة واحدة، أمر البعث يسير، فإنما هي صيحة واحدة من الملك الموكل بالنفخ، فإذا هم بالساهرة، فإذا الجميع أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتا في بطنها. هل أتاك حديث موسى؟ هل جاءك أيها الرسول خبر موسى مع ربه ومع عدوه فرعون؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، حين ناداه ربه سبحانه بوادي طوى المطهر، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال له فيما قال: سر إلى فرعون إنه تجاوز الحد في الظلم والاستكبار، فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل له: هل لك يا فرعون أن تتطهر من الكفر والمعاصي، وأهديك إلى ربك فتخشى، وأرشدك إلى ربك الذي خلقك ورعاك فتخشاه فتعمل بما يرضيه وتتجنب ما يسخطه، فأراه الآية الكبرى، فأظهر له موسى عليه السلام العلامة العظمى الدالة على أنه رسول من ربه، وهي اليد البيضاء، فكذب وعصى، فما كان من فرعون إلا أنه كذب بهذه العلامة وعصى ما أمره به موسى عليه السلام، ثم أدبر يسعى، ثم أعرض عن الإيمان بما جاء به موسى عليه السلام مجتهدا في معصية الله ومعارضة الحق،
فحشر فنادى فجمع قومه وأتباعه لمغالبة موسى عليه السلام فناداه قائلا فقال أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى فلا طاعة لغيري عليكم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأخذه الله فعاقبه في الدنيا بالغرق في البحر وعاقبه في الآخرة بإدخاله في أشد العذاب إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن فيما عاقبنا به فرعون في الدنيا والآخرة لموعظة لمن يخشى الله فهو الذي ينتفع بالمواعظ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أإيجادكم على الله أيها المكذبون بالبعث أصعب أم إيجاد السماء التي بناها رفع سمكها فسواها جعل سمتها في جهة العلو رفيعا فجعلها مستوية لا فطور فيها ولا شقوق ولا عيب وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأظلم ليلها إذا غربت شمسها وأظهر نورها إذا أشرقت والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد أن خلق السماء بسطها وأودع فيها منافعها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها عيونا تجري وأنبت فيها من النبات ما ترعاه الدواب والجبال أرساها والجبال جعلها ثابتة على الأرض متاعا لكم ولأنعامكم كل ذلك منافع لكم أيها الناس ولأنعامكم فالذي خلق هذا كله لا يعجزه عن إعادة خلقهم من جديد فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت النفخة الثانية التي تغمر كل شيء بهولها وقامت القيامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم تجيء يتذكر الإنسان ما قدم من عمل خيرا كان أو شرا وبرزت الجحيم لمن يرى وجيء بجهنم وأظهرت عيانا لمن يبصرها فأما من طغى فأما من تجاوز الحد في الضلال وآثر الحياة الدنيا وفضل الحياة الدنيا الفانية على الحياة الأخرى الباقية فإن الجحيم هي المأوى فإن النار هي مستقره الذي يأوي إليه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف قيامه بين يدي ربه وكف نفسه عن اتباع ما تهواه مما حرمه الله فإن الجنة هي مستقره الذي يأوي إليه يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألك أيها الرسول هؤلاء المكذبون بالبعث متى تقع الساعة؟ فيما أنت من ذكراها ليس لك علم بها حتى تذكرها لهم وليس من شأنك ذلك إنما شأنك الاستعداد لها إلى ربك منتهاها
إلى ربك وحده منتهى علم الساعة. إنما أنت منذر من يخشاها. إنما أنت منذر من يخشى الساعة لأنه الذي ينتفع بإنذارك. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون الساعة مشاهدة لم يلبثوا في حياتهم الدنيا إلا عشية يوم واحد أو بكرته.